أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نقوم بتوضيح موضوعات الأسبوع 16، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة. أبدأ بذكر الأهداف، أن يميز الطالب بين المفرد والجمع وأن يوظف القاعدة النحوية في جمل من إنشائه. كيف ننمي مهارة القراءة؟ يفضل تقسيم فترات القراءة على مجموعة من المرات خلال اليوم، أي القراءة لمدة من 5 إلى 10 دقائق على الأقل، حيث يمكن القراءة مثلا أثناء الإفطار والغداء وحتى العشاء، وإذا كانت عادة القراءة محببة خلال هذه الأوقات أو القراءة عند الذهاب إلى الفراش، وبذلك يزيد عدد المرات القراءة في اليوم لمدة 10 دقائق لكل مرة، أو 40 دقيقة يوميا. وفقا لبعض الأبحاث فإنه يمكن للفرد زيادة القراءة والمطالعة الخاصة به، وكذلك تحسين التركيز عن طريق قراءة الكتب في وقت مبكر من اليوم. ملازمة الكتاب، يفضل عند الذهاب إلى أي مكان انتخاب كتاب سواء في السيارة أو المكتب أو إلى أي مكان يتم الذهاب إليه ويكون فيه الفرد قادرا على القراءة، مثل الانتظار عند الطبيب، وتعتبر قراءة كتاب طريقة رائعة للاستفادة من الوقت. التقليل من وقت الفراغ، تجد محاولة التقليل من قضاء وقت الفراغ على التلفاز والإنترنت لزيادة أوقات القراءة، فكل دقيقة لا يتم قضاؤها على الإنترنت أو التلفاز يمكن للفرد أن يستفيد منها في القراءة. اختيار المكان المناسب للقراءة، ينبغي عدم القراءة في مكان غير مناسب، مثل القراءة في غرفة التلفاز أو القراءة مع وجود الأطفال، أو مثلا القراءة في الحافلة المدرسية، أو قراءة كتاب مع وجود شخص يستمع إلى موسيقى، لذلك يجب العثور على مكان هادئ ومريح مع إضاءة جيدة للقراءة. قراءة الكتب الممتعة والساحرة، يفضل البحث عن الكتب التي تستحوذ على التفكير وتشد القارئ إليها، حتى لو لم تكن هذه الكتب روائع أدبية، المهم أن تكون ممتعة، حيث إن الاستمرار في القراءة هو الهدف، وبعد أن تصبح القراءة عادة يومية للشخص، يمكن بعدها قراءة الكتب الصعبة. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى القاعدة النحوية بعنوان المفرد والجمع. سوف يميز الطالب بين المفرد والجمع، والمفرد هو ما دل على شيء واحد، أما الجمع هو ما دل على ثلاثة فأكثر، ويقسم إلى جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. المفرد كأن نقول ولد، زهرة، قطة. الجمع أولاد، قطط، وورود. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى الفرق بين النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة تأتي في وسط الكلمة أو آخرها، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. التنوين تأتي آخر الكلمة وتكون في الأسماء فقط. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى قصة بعنوان الإناء السحري. سوف نقوم بقراءة القصة قراءة جهرية معبرة من قبل المعلمة ثم من قبل الطلاب، وبعد الانتهاء من قراءة القصة سوف نقوم بتحديد عناصر القصة الواردة فيها من شخصيات وزمان ومكان والعقدة والحل في هذه القصة. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى كتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، لذلك عليك عزيزي الطالب أن تراعي معايير الكتابة الإملائية حتى لا تقع في الأخطاء عزيزي الطالب. وأيضا عليك أن تركز على القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا حتى لا تقع عزيزي الطالب في الأخطاء. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نقوم بإجراء اختبار قراءة، لذلك عليك مراعاة معايير القراءة حتى لا تقع عزيزي الطالب في الأخطاء.
بالإضافة لأننا سوف نجيب عن العديد من الأوراق العمل التي تدعم القواعد التي تم التطرق إليها في هذا الأسبوع، منها المفرد والجمع، ومنها أيضا التنوين. وأيضا عزيزي الطالب سوف نقوم بكتابة فقرة من خلال ترتيب جمل لتكون فقرة تامة المعنى. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة.